للوقوف عند الحوار المرتقب بين بغداد واشنطن الذي استبقه قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بزيارة إلى بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. دكتور عبد الوهاب، السلام عليكم. يعني زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اليوم إلى العراق وأيضا لقاءه بقادة الميليشيات، كيف يمكن قراءتها؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني حقيقة علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن شخصية قاآني ليست شخصية قاسم سليماني المتمرسة والتي عركتها التجارب في التعامل مع الميليشيات العراقية ومع المجتمع السياسي في العراق عموما، بحيث أحرز لطهران نجاحات فائقة. يعني قاآني حقيقة فشل في المرحلتين السابقتين التي أتى إلى العراق فيها في محاولة لرص صفوف الميليشيات الشيعية وأحزابها في عملية تسمية رئيس الوزراء. وأعتقد بأن تسمية الكاظمي مهما قيل عن صفقة، مهما قيل عن توافق، فإنها تمثل فشلا ذريعا لقائد فيلق القدس الجديد قاآني. طيب ولكن نعم، تفضل تفضل دكتور. ولكن هو أعاد الكرة الآن وأتى على رأس وفد رفيع المستوى من طهران في محاولة يعني بناء أجندة التفاوض العراقية مع أمريكا. طيب، لكي نفهم هنا الموقف علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ما يلي التالي. أولا، أن الحوار بين طرفين، بين العراق وبين الولايات المتحدة، إذن ليس ما ستقرره الميليشيات هو الذي سيمر، لأن هنالك حوارا بين طرف آخر متلقي. هذا واحد. موضوع ثاني وهو مهم جدا، يعني وعلى هؤلاء رؤساء الميليشيات والأحزاب أن يعوا بأنهم هم الذين أتوا بالولايات المتحدة للعراق. الولايات المتحدة خرجت في نهاية عام 2011، هم الذين توسلوا بالولايات المتحدة لكي تأتي وتحميهم عندما كان تنظيم الدولة متفوقا في المكان. إذن الولايات المتحدة أتت بدعوة، لم تفرض نفسها. الولايات المتحدة وقعت ومضت في 31/12/2011 وتركت هنا مدربين لمجموعة من الأسلحة التي تعاقد عليها الجيش العراقي. هذا الموضوع الثاني، هذا الموضوع الثاني أيضا ينبغي أن أخذه بنظر الاعتبار. الموضوع الثالث، أن هذا الحوار ذو ثلاثة مستويات. يعني هنالك مستوى سياسي، وهنالك مستوى اقتصادي، وهنالك مستوى اقليمي، علاقات اقليميه. يعني لدينا علاقات، لدينا سياسه، ولدينا اقتصاد. في هذه الدرجات الثلاثه، الاعتماد الاول للعراق على الولايات المتحده وليس على ايران، خصوصا وبعد ان ثبت ان ايران قد انهكت، اولا انهكتها العقوبات، انهكتها الكورونا. كان هنالك دليل واضح على تداعي حتى الماكينة الحربية الإيرانية في الضربة التي وجهوها إلى قاعدة القادسية التي تسمى الآن عين الأسد. كانت ضربة فاشلة، كثير من الصواريخ سقطت في الطريق. يعني والذي سقط في القاعدة كان أثره يعني غير فعال. غير فعال. إذن ثم الضربة الأخيرة التي ضربت سفينة، ضربت أختها قبل أيام. إذن يعني ليس لدى الولايات، ليس لدى إيران الآن تلك الأوراق والضغوط التي بإمكانها أن تمرر مشروعها على العراق، عدا هذه الميليشيات الذيلية الموجودة في الساحة العراقية. طيب دكتور عبد الوهاب، يروج الكثيرون أن مصطفى الكاظمي هو رجل أمريكا في العراق، ولذلك اختارت واشنطن الجلوس في مفاوضات معه دون سابقيه. هل هذا صحيح؟ هل هذا ممكن؟ سبق وعقدت في واحدة من مداخلاتي بأن هذا الرجل هو من رجال الصف الثاني. طيب، هذا واحد، وهو من ابن هذه المؤسسة، لكنه بنفس الوقت تربى يعني ضمن منظومة الأجهزة الأمريكية. هو كان في واشنطن، هو عمل مع يعني مخرب عميل معروف واللي هو كمونة تحت إدارة المؤسسات والوكالات الأمنية الأمريكية، أعطوه منصبا اعتمدوا عليه في أكثر من مرة، ثم
يعني عمل رئيسا لجهاز المخابرات نعم العراقي قبل أن يتحول إلى دوره السياسي الحالي. بالتأكيد كانت هنالك صفقة مع الميليشيات وأحزابها لكي تقبل به وتمرره في مجلس النواب، لكن بنفس الوقت الأوراق الأكثر ضغطا عندما ستبدأ المفاوضات ستكون الأوراق الأمريكية. الولايات المتحدة ستطرح سؤالا، هل أن العراق حليف أم لا؟ في الوضع الاعتيادي يعني نحن كعراقيون مثلا، أنا لا أريد أن أكون حليفا مع أحد، لكن أريد أن أكون صديقا مع من يقدم لي المعونة. لكنه في الوضع العراقي الحالي والكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية موجودة في يد الولايات المتحدة، يعني واردات النفط، صندوق العراق، السماح بالتعامل مع إيران، هذه نقاط كلها موجودة في يد الولايات المتحدة. عندما تريد الولايات المتحدة أن لا تعتبر العراق حليفا ستوقفها، وعندما ستوقف هذه الأوراق سيتحول العراق إلى حالة مشابهة للحالة الإيرانية، أي يتم تطبيق نفس ما يطبق على طهران على العراق باعتبار العراق باب من خلفية لإيران. هذه نقطة مهمة جدا. طيب المفاوضات التي ستجري هي مفاوضات حاسمة. أعتقد بأن الولايات المتحدة ستحاول أن يعني تفرض وجهة نظرها أن على العراق أن يختار أما التحالف مع الولايات المتحدة أو التحالف مع إيران، طيب وعلى أن دكتور، يتحمل عقوبات نعم قراره هذا. دكتور، في هذا المفصل أما يعني هنالك أيضا شيء بسيط، أما ما نسمعه عن الصوت العالي لبعض قادة الميليشيات سمعناه قبل شهر وسمعناه قبل 3 أشهر، وعندما يكون الحديث ساخن سيكون لهؤلاء صوت آخر، ورأيناه في الحقيقة يعني. طيب دكتور، بالنسبة لعلاقة الكاظمي بالميليشيات، يعني هناك من يرى أن أهم مطلب أمريكي يتعين على الكاظمي أن يستجيب له لتسوية العلاقات مع الولايات المتحدة هو موضوع حل الميليشيات أو دمجها في الجيش لوقف انفلات السلاح. هل الكاظمي قادر على اتخاذ مثل هذه الخطوة دكتور؟ هناك مجموعة من الميليشيات أعتقد 2 و3 سمتها الولايات المتحدة. نعم. هذه ينبغي أن تفكك، لأنها استهدفت مصالح الولايات المتحدة في العراق وصنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، لذلك لن يسمح لحكومة تتحالف مع الولايات المتحدة أن تبقي هذه الميليشيات. وعليه سنرى إن كان هنالك همسات يقال أنه أعطي 3 أشهر 4 أشهر لكي يكمل تفكيك هذه الميليشيات. يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى موضوعة الدمج المتبقي بالقوات المسلحة هو موضوع تلفيقي. يعني ما الفائدة في أن تبقى هذه الميليشيات بولاءاتها الحالية جزء من جهاز القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية؟ يعني لم يعملوا شيئا. المفروض والذي يرفع صوته الكاظمي في كل مرة أن هذا السلاح ينبغي أن لا يبقى منفلتا، وأن كل سلاح ينبغي أن يكون موجودا في يد الدولة، وأن على الدولة أن تجري إحصاءات ودراسات معمقة لكي تقرر على حجم القوات المسلحة التي تحتاجها للدفاع عن البلد، والباقي يعاد توجيهها للعمل في الخدمة المدنية. هذا هو الحل، وأنا أعتقد بأن الأمريكان سيدفعون بهذا الاتجاه. أنت لا تحتاج لأن يكون لديك مليوني مسلح. نعم. ليس هنالك جيش. نعم دكتور. لحجم العراق به مليونين، لا داعي. نعم. إذا البلد يحتاج إلى جيش بحدود 3 إلى 4 فيالق، ذلك 12 فرقة، اضربها في 20 ألف، ربع مليون، 350 ألف إنسان مع جهاز القيادة والسيطرة، كافي فعلا، ممتهن، محترف، متمكن، كافي جدا لكي يدير سياسة العراق الدفاعية، وما وراء ذلك زائد ينبغي أن يوجه للعمل. نعم دكتور. في الحقول، في المصانع، في المزارع، لكي ينعش الوضع الاقتصادي للبلد. من واشنطن، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، حدثنا عبر سكايب الدكتور عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم.